السلام عليكم ورحمه الله مشاهدينا الكرام ارحب بكم في مستهل هذه الحلقه من الاجنده التي نختتم بها شهر رمضان المبارك تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم. في الاجنده هذا الاسبوع الازمه اليمنيه بين خياري سلام متعثر وحرب تستعر من جديد أوهام نظرية الاصطفاء العرقي وأثرها السياسي سبعون يوماً من المشاورات التي تعقد حالياً في الكويت لم تحقق أي تقدم يذكر بل إن تراجعاً قد حدث عن التزامات كان قد قطعها الطرف الانقلابي على نفسه في ختام مشاورات بييل السويسرية أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تعليق هذه المشاورات ابتداء من الخميس الماضي لمدة أسبوعين تتخللها إجازة عيد الفطر المبارك. وأطلق مع هذا التعليق سربا من الآمال بإمكانية عودة وفدي المشاورات وقد أنجز مشاورات مع قياداتهم وتوصلوا إلى قناعة بشأن عقد اتفاق ينهي القتال في اليمن. وفي موازاة ذلك تصاعدت وتيرة المواجهات العسكرية في كل الجبهات وعاد ايقاع المعارك الى سابق عهده في هذه الجبهات وازداد عنفوانا في جبهه نهم على وجه التحديد الى الشرق من العاصمه صنعاء وسط تقدم ملحوظ يحرزه الجيش الوطني والمقاومه مكنهما من تحرير مواقع حساسه ومرتفعات بالغه الاهميه جعلت هذه المواقع سكان العاصمه يعيشون وقع هذه المعارك لحظه بلحظه في مؤشر يدل على قربها قرب هذه المعارك من العاصمة من جهته لا يتوقف المخلوع صالح عن إثارة الاهتمام حول دوره في الأزمة اليمنية والبرهنة على محورية هذا الدور وقد جاء ذلك في ثلاث مستويات الأول تمثل في خطاب ناري ألقاه قبل أيام غلب عليه وغلب عليه الهجوم الحاد على الرياض والثاني تمثل في إطلاق مبادرة للحل السياسي مبادرة يعني من قبل الزعيم المخلوع والثالث جاء في سياق التسريب الذي كشف عن تفاصيل بشان جريمه الحرب التي طالت قائد اللواء 310 مدرع العميد الركن حميد القشيبي. سوف نخصص هذا الملف او هذا المحور من الاجنده للاحاطه بتطورات الاحداث السياسيه والعسكريه التي وضعت اليمن مجددا بين خيارين يصعب التكهن بايهما سيمضي قدما أسرع من الآخر خيار السلم أم خيار الحرب فلنتقل كرر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تعليق مشاورات الكويت لمدة أسبوعين قائلا في مؤتمر صحفي إن المشاورات ستدخل مرحلة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين. المبعوث الأممي أعلن أنه قدم مقترحا لطرفي المشاورات بشأن مستقبل الحل السياسي في اليمن. وفق القرار الأممي 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية. وأشاد المبعوث الأممي بما وصفه بالتعاطي الإيجابي للأطراف المشاركة في الحوار. لجهة تجديدهم الالتزام بوقف أعمال القتالية وتعهدهم بتسيير اتخاذ إجراءات عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وكذلك لتيسير الإفراج عن الأسرة والمحتجزين هذه كانت حيثيات الشكر وكان اللافت توصيف ولد الشيخ لمرحلة التعليق هذه بأنها مرحلة جديدة مرحلة التعليق القادمة مرحلة جديدة مع أنها لا تتعدى كونها أو لا تتعدى كونها يعني توقف اقتضته ظروف محدده وهي بلوغ شهر رمضان المبارك نهايته وقرب حلول عيد الفطر المبارك. بما تتطلبه من حاجه البلاد حاجه البلد المستضيف نفسه الى فتره التقاط انفاس ومنح طواقم العمل فيه فتره راحه ضروريه. والحقيقه ان دوله الكويت كانت او كان بامكانها ان تستضيف المشاورات حتى في ظروف الخواتيم المباركه واجازه عيد الفطر المبارك. لو كان هناك أمل في تحقيق إنجاز يضاف إلى رصيد الكويت من الإنجازات التي حققتها لليمن في الماضي على المستويات السياسية وعلى المستويين السياسي والتنموي لكن البلد المضيف لم يلمح باركة أمل واحد على الأقل تقنعه بأن ثمة جدوى لأن يتحمل عن الاستمرار في هذه المشاورات أطلق المبعوث الأممي ولد الشيخ سربا من الامال والاماني اما ما كان ينتظره اليمنيون فهو بيان يتلوه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه بدوله الكويت يتضمن اتفاقا على الخطوط العريضه التي سيجري استكمال النقاش بشانها بعد فتره الاسبوعين لكن هذا لم يحدث لان هذا البيان كان يفترض وفقا لمراقبين ان يتضمن تاكيدا تاكيدا على مرجعيات المشاورات المشاورات التي يتهرب منها الانقلابيون ويرفضون الاقرار بها. يقول المبعوث الاممي في بيان له بهذا الخصوص: بعدما تباحثنا مطولا مع المشاركين في وضع مبادئ المرحله المقبله بحسب اوراق العمل المقدمه من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصه سوف تخصص المرحله المقبله لدعم استشارات الاطراف مع قياداتها على ان يعود الى الكويت اي اطراف المشاورات في 15 يوليو 2016. مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن. لا يمكن أبدا، طبعا هذا كان تصريح ولد الشيخ، لا يمكن أبدا أن نستنتج من هذا النص شيئاً حقيقياً. فماذا يعني دعم استشارات الأطراف مع قياداتها؟ هذه العبارة التي وردت في كلامه. ما نوع هذا الدعم؟ هل يعني ذلك أن الأمم المتحدة والأطراف الرئيسية الراعية لمشاورات الكويت ستمارس أو سيمارسون ضغوطاً حقيقية على المرجعيات يحملها او على ال... يحملها على القبول بالتوصيات العمليه لتطبيق الاليات التنفيذيه وتوقيع اتفاق نهائي ينهي النزاع كما قال المبعوث الاممي ربما. كان يفترض ان تعرض الامم المتحده الامم المتحده رؤيتها بشان الاتفاق النهائي او خارطه الطريق لانهاء النزاع. خلال الزيارة التي قام بها امين عام الامم المتحدة الى دولة الكويت واثناء لقائه مع وفدي المشاورات لكن ذلك لم يحدث. كان هذا في الحقيقة دليلا لا يقبل الشك على ان الامم المتحدة ليست مستعده الان ولا في المدى القريب المنظور لان تعلن اتفاقا ملزما وغير قابل للنقاش اذا لم تضمن دعما من الاطراف الراعيه الرئيسيه لمشاورات الكويت بفرض هذا الاتفاق على طرفي المشاورات كليهما. ويبدو انها اي الامم المتحده لم تحصل على هذه الضمانات حتى الان. لا يتوقع من الامم المتحده ان تمضي في فرض حلولها وهي التي قبلت من قبل بالتفاوض حول قرار صادر عنها تحت الفصل السابع، نعني القرار 2216 الذي يعتبر تنفيذه مدخلا منطقيا للحل، اذ لا يمكن ان تتم ان تتفاوض الحكومه على صلاحياتها وعلى وجودها فقط لان الانقلابيين استطاعوا بواسطه القوى المسلحه ان يفرضوا واقعا جديدا في صنعاء وان يجبروها على تفاوض من هذا النوع. الحكومه ليست عاجزه اصلا عن ازاله الانقلاب كما يقول البعض فلديها كامل القدره على انهاء الانقلاب لكن المجتمع الدولي لا يريد على ما على ما يبدو ان ينهي حاله الانقلاب من خلال حمل الطرف الانقلابي على تنفيذ قرارات الشرعيه الدوليه بما يجنب البلاد والعاصمة الخراب والدمار. وفقا لتصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، فإن مشاورات الكويت وبعد سبعين يوما من مراوغات الوفد المشترك للحوثيين وحزب المؤتمر الذي يتزعمه المخلوع علي صالح انتهت بموقف عالمي موحد يقول بأن السلام لن يتجاوز المرجعيات الثلاث والانسحاب من المدن وتسليم السلاح واستعادة الدولة. لا نعتقد أن الوزير المخلافي يبالغ في في هذه الحقيقة يبدو أنها حقيقة فعلا والأمر لا يحتاج إلى الكثير من التدقيق والتمحيص للتأكد من وجاهته لأن الانقلابيين لا يريدون الانسحاب وتسليم السلاح وإنهاء مظاهر الانقلاب وهي ضرورة أو هي إجراءات ضرورية لا يفرضها قرار مجلس الأمن الواجب التنفيذ وإنما أيضا يفرضها العقل والمنطق وتشكيل مصدر حرج حقيقي تشكل مصدر حرج حقيقي للأطراف الدولية قبل أن ترفع مشاورات الكويت لمدة أسبوعين على أن تستأنف في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري كانت العاصمة الكويت قد شهدت نشاطات مكثفة أبرزها تلك التي قام بها أمين عام الأمم المتحدة بانكيمون الذي كان قد جاء لتوه من هافانا حيث اشرف على انهاء اطول حرب اهليه في كولومبيا. وكان يعتقد ان او كان يعتقد ان نتيجه كهذه سوف تلهم طرفي المشاورات على انجاز خطوه مماثله على الرغم من توفر كل العوامل التي يمكن ان تدعم سلاما حقيقيا في البلاد. والى جانب التحرك الاممي على المستوى او عالي المستوى عفوا شارك منفذون عرب وغربيون في تحفيز طرفي المشاورات على تحقيق انجاز قبيل رفع المشاورات وربما كان يراد للمشاورات أن تنتهي قبيل حلول عيد الفطر المبارك باتفاق ناجز لكن ذلك لم يحدث من هؤلاء وكيل وزارة الخارجية الأمريكية توماس شانون أو توماس شاتون ووكيل وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط ألين دنكن وقد أثار الجدل حول المسؤول الأمريكي أو الأصح أثير الجدل حول هذا المسؤول الأمريكي الذي التقى به وفد الحوثيين او نعم وتلقى منهم اعتذارا عن شعار الصرخه قائلين له بلغه السياسه والتلميح هذا شعار للاستهلاك المحلي ليس الا وبغض النظر عن مدى صحه هذا الاعتذار من قبل الحوثيين من عدمه وهو لا شك قد تم بطريقة ما بعد ان اعتذرت سيدتهم ايران عنه من قبل فان هذا الشعار لا يحتل حيزا في اهتمام الامريكان الذين تعاملوا مع الحوثيين من البدايه وساهموا بقوه في تمكينهم سياسيا وعسكريا خلال الفتره الماضيه. ولم يكن هذا الشعار الكذاب او الكاذب يمثل لهم مصدر حساسيه، بل بالعكس شكل غطاء مثاليا لعلاقات امتدت لسنوات عده، وتجلت بشكل واضح في المساعي الامريكيه لانهاء الحرب. الحرب السادسه طبعا في صعده، والسعي عبر اليه تنفيذ اتفاق المبادره الخليجيه. لعقد مؤتمر حوار وطني تحققت فيه اول عمليه ادماج لميليشيا الحوثي الارهابيه في العمليه السياسيه وهو الامر الذي شجعها لخوض جولات عنف وحروب جديده انتهت الى الانقلاب او انتهت عفوا على الى الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات كلها وتقويض العمليه السياسيه وزج البلاد في حرب اهليه اكلت الاخضر واليابس ولا تزال بالنتيجه فان تحركات المفادين العرب والغربيين في الكويت لم تثمر عن نتائج حقيقيه في ظل توقعات الكثير بامكانيه فرض خارطه طريق امميه لحل الازمه في اليمن. تتضاعل الامال بشان امكانيه التوصل الى حل سياسي وتتضاعف الاحتمالات بامكانيه تصاعد وتيره المواجهات العسكريه بما قد يقود الى الحسم المنتظر للازمه اليمنيه بواسطه القوه. كل المؤشرات تؤكد ان المواجهات في شرق العاصمه مقترنه بتعزيزات عسكريه كبيره ونوعيه ذاهبه الى انجاز ما توعد به التحالف العربي من امكانيه استعاده صنعاء بالقوه العسكريه اذا وصلت مشاورات الكويت الى طريق مسدود. في حقيقه الامر تعليق المشاورات لاكثر من 15 يوما لا يعني سوى أن المشاورات ستتوقف كل هذه الفترة ولن يكون لها أي تأثير على الصعيد الميداني وهذا يعني أنه مثل ما بقيت هذه المشاورات غطاء للانتهاكات والتجاوزات والخروقات والجرائم التي ارتكبها الانقلابيون طيلة الفترة الماضية من الهدنة فإنها يمكن أن تمثل غطاء غطاء لتحرك عسكري يغير الواقع على الأرض ويمكن ويمكن السلطة الشرعية من تحقيق أهدافها حينها لن يكون بوسع احد ان يتحدث عن تجاوزات من جانب الحكومه او حتى خروقات، لانها قامت بما يجب ان تقوم به من اجل استعاده الامن والاستقرار وفرض القانون وانهاء كل مظاهر الانقلاب والفوضى. هذا الامر دفع بالانقلابيين الى مضاعفه جهودهم العسكريه، بما في ذلك تنفيذ هجوم شامل على مدينه تعز بهدف استعاده المواقع التي خسروها خلال المرحلة الماضية لكنهم جوبهوا بمقاومة شديدة ترافقت مع تدخل طيران التحالف مما ادى الى كسر اكبر حملة عسكرية ينفذها الانقلابيون على تعز منذ بداية او منذ بدء عمليات الحرب لاحكام السيطرة على المحافظة قبل عام التطور الابرز الذي شهدته مشاورات الكويت قبل ان ترفع لمده اسبوعين هو اتفاق طرفي المشاورات على نقل لجنه التنسيق والتهدئه للاشراف على وقف اطلاق النار الى المدينه الى مدينه طهران الجنوب بالمملكه العربيه السعوديه. هذا الاتفاق يبدو انه ياتي على الضد مما اعلنه المخلوع صالح ورفض فيه التوجه الى السعوديه لابرام اي اتفاق. لا فرق بين ان يتوجه الوفد السياسي الى الرياض وبين ان يتوجه الوفد العسكري الى مهران الجنوب. فكلاهما له معنى واحد وهو ان المملكه هي التي ستشرف على كل الترتيبات المتصله بانجاز الاتفاق الذي قد يتوصل اليه طرفا المشاورات. وكما هو مقرر فان توقيع اي اتفاق قد يتم التوصل اليه وهذا مستبعد حتى الان لن يكون الا في الرياض. فلماذا اختار صالح خط التصعيد ضد المملكة رغم علمه بنفوذها وبتأثيرها الكبير في مجريات الأزمة اليمنية صالح كان قد هدد بخوض الحرب لعشرات السنين على أن يذهب إلى الرياض يعني بدلا من أن يذهب إلى الرياض لكن هذا لا يعني أنه صاحب موقف أو مبدأ بل لأنه شعر بأن الحبل يضيق حول ركبته وأنه يتعرض أكثر من أي وقت مضى للعزلة هذا يتضح من خلال ما قاله في كلمه له امام اعلاميين موالين له عندما دعا الاشقاء ان يكونوا واضحين وواقعيين يتحاوروا مع الشعب اليمني كما قال ممثلا بالوفد الوطني الموجود في الكويت الذي يمثله المؤتمر الشعبي العام وانصار الله حسب قوله بين مزدوجين وقال ايضا تعالوا نجلس جنبا الى جنب ووجها لوجه مع الاشقاء في المملكه ما نستغنى او ما نشتغلش من وراء الكواليس تدعو انصار الله الى طهران الجنوب تتحاوروا معهم تقول لهم نتفق احنا وانتم ومعنا غريم واحد هو علي عبد الله صالح هذا الكلام طبعا كما قال لن ينطلي وفي قال عباره لن ينطوي وكان يعني لن لن ينطلي على انصار الله وتابع انصار الله تابع المخلوع انصار الله نحن وإياهم في خندق واحد نواجه العدوان سويا ونقدم الشهداء سويا صحيح ما عندنا كمؤتمر شعبي عام ميليشيا لكن لنا من المتطوعين ينخرطون وراء المؤسسات العسكرية ومع اللجان الشعبية ونحن مقدمين أو قدمنا أكثر من ستة آلاف شهيد كما قال مش ادعاء ولكن بطائقهم وأرقامهم وصورهم ومن كل أنحاء اليمن هذا ما قاله صالح في خطابه الاخير خطاب مهزوم يحاول ان يبدو متماسكا حتى لا يفقد المزيد من الانصار. ربما ربما نكون اذا قد عرفنا لماذا صعد المخلوع صالح في خطابه الاخير ولماذا يلح على اظهار تحالفه مع الحوثيين وهناك مشكله حقيقيه في علاقته بالحوثيين ومشكله ترتبط بتوجه المجتمع الدولي للتعامل مع الحوثيين بشكل خاص وتجاهل المخلوع صالح واذا كان هناك من احد اوقع صالح في هذا المازق فليس الا صالح نفسه فالجميع يعلم انه هو الذي خطط للانقلاب واستفاد من التواطؤ الاقليمي والدولي مع الانقلاب. وهو الذي هيأ له الامكانيات وساعد ساعد على اسقاط العاصمه ووفر السلاح والمقاتلين الذين تمددوا في المحافظات باسم الحوثيين وظهر الامر كما لو كان انتصارا او كما لو كان انتصارا يحققه الحوثيين من تركاء انفسهم. وانهم بالفعل قد نجحوا من في السيطره على الجيش والامن ومخازن السلاح في حين ان الحقيقه ان الجيش تواطأ مع الحوثيين بتوجيهات من صالح اراد صالح ان ينجز الانقلاب باسم الحوثيين اراد ان يستعيد السلطه عبر استخدام الحوثيين الذين لا تقل طموحاتهم عن طموحاته فاذا كان هو يقاتل من اجل استعاده سلطه عمرها 33 عاما او اكثر فانهم يقاتلون من اجل استعاده سلطه عمرها قرابه الالف عام والا ما الذي يحمله على القول لن نسمح للمتهورين والمتطرفين أن يشقوا الصف وما الذي دفعه لأن يدعوا الصحفيين والإعلاميين إلى أن يتوخوا المهنية والدقة وألا يصطادوا في الماء العكر وألا يدخلون في كلام ما للزمة حسب قوله ويطالبهم أيضا بالابتعاد عن الإثارة وعن الكيد وعن النعرات يطالبوا الإعلاميين ومما يعزز من الاعتقاد بان العلاقه بين صالح والحوثيين دخلت منعطفا خطيرا قوله في ذات الخطاب نحن مع انصار الله كسلطه واقعيه وعليهم ان يمارسوا صلاحياتهم ولكن عليهم ان يتجنبوا الاخطاء يتجنبوا الاخطاء لان الاخطاء تنعكس على الشعب تجنبوا الاخطاء ومارسوا السلطه انتم وانا اقول اذا دعتكم السعودية لإحلال السلام والتوقيع على السلام اذهبوا اذهبوا معذون لكم لكن نحن في المؤتمر الشعبي العام لن نذهب إلى السعودية مهما كان لو استمرت الحرب حتى لو استمرت الحرب عشرات السنين لن نذهب إلى السعودية إلا إذا جاءت السعودية لنتحاور معها في الكويت أو في سلطنة عمان أو في الجزائر لا يمكن فصل التسريب الأخير الذي أذاعته قناة الجزيرة متضمنا تفاصيل جريمة اغتيال العميد حميد القشيبي عن الخلاف المتصاعد بين المخلوع صالح والحوثيين أو هكذا يقول المحللون والذي يأتي في سياق محاولات صالح لاستعادة زمام المبادرة بعد تلقيه مؤشرات بأن لا مستقبل سياسي له وأن المملكة لم تعد مستعدة للتعاطي معه لأ يعني لا الآن ولا في المستقبل التسريب يؤكد بأنه جرى تصفية العميد الكشيبي بعد أن وقع أسيرا مما يعني أننا أمام جريمة حرب مكتملة الأركان وأن عملية التصفية كانت مقصودة لذاتها ولم تأتي في سياق الشعور بالثأر الذي يحكم قادة ميليشيا الحوثية الطائفية نتيجة لدور الشهيد الكشيبي في حروب صعطة ولكنها أو ولكنها أيضا تأتي في سياق الحالة نفسها من الثأر التي حكمت ولا تزال تحكم مواقف المخلوع صالح تجاه كل من وقفوا ضده في ثوره الحادي عشر من فبراير 2011، الشراكه في هذه الجريمه تتحقق بشكل كامل بين الحوثيين والمخلوع صالح وقيادات عسكريه محسوبه على السلطه الانتقاليه التي تواطات، لكن هذا التسريب يوجه اقوى ضربه للحوثيين وقيادتهم الذين اشرفوا على تنفيذ هذه الجريمه بدم بارد واستفزاز لا يمكن ان يحتمل. ناهيك عن اقارب القتيل واحباء واحباؤه الى السلك العسكري الذين يشعرون ان الشرف العسكري قد دنس بهذه الجريمه. هذه الجريمه اظهرت الحوثيين عصابه طائفيه ارهابيه لا تقيم وزنا ولا حدودا ولا تحترم اعرافا او مواثيق وكشفت بان نزعتها الى الحكم تبرر كل هذه الاعمال الاجراميه وربما رغب صالح في ايقاع هذه الخسائر بحلفائه الحوثيين. لم يكتف المخلوع بخطاب التصعيد بل تقدم بمبادره للحل كما يقول رآها مناسبه من وجهه نظره وليس في المبادره ما يدل على اي اختلاف في الرؤيه التقليديه للانقلابيين للحل كل ما في الامر انه يريد ان يضمن لنفسه دورا محوريا او يريد التذكير بانه موجود وبانه رقم صعب لا يمكن تجاوزه كما يتمنى او يتصور ولهذا رأيناه هذه المره يحرص على مقابله الموظفين الدوليين المقيمين في صنعاء مثل بعثه الصليب الاحمر الدولي برئاسه الكسندر فيت في تحرك يدل على رغبه في اقصاء رئيس ما تسمى اللجنه الثوريه العليا التي راسها احد اقارب زعيم الميليشيا الحوثيه واظهار انه أي المخلوع هو الذي يتحكم بصنعاء ويعبر عن لسان حالها وليس الحوثيين. مشاهدين الكرام إلى هنا ننهي النقاش في ملفنا الأول من الأجندة نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصلة النقاش ولكن في ملف جديد نتناول فيه ما يمكن أن نسميه أوهام نظرية الاصطفاء العرقي وأثرها السياسي اهلا بكم ومرحبا مجددا وراء كل سلوك خاطئ او حركه خاطئه للفرد او الجماعه تصور خاطئ من نوع ما او غريزه خاطئه هذا الحال ينطبق ايضا في المجال السياسي على الحركات السياسيه والجماعات السياسيه والاحزاب السياسيه الجماعات السياسيه او الاشخاص ايضا في مجال السياسه يكون لديهم طموحات ومآرب وأماني وأحلام ويحاولون السعي إلى تحقيق هذه الأحلام وهذا أمر مشروع إذا كانت الأحلام نفسها مشروعة لكن بعض الأحلام وبعض الطموحات تكون غير مشروعة لأنها تأتي على حساب الآخرين ولهذا يضطر أصحاب هذه الآمال والطموحات إلى تغليف طموحاتهم وأمانيهم بغلاف من الشرعية وتحديدا الغلاف الديني هناك يعني جريمة تقترف في حق الدين وفي حق المجتمع اليمني هذه الأيام ومنذ ألف عام تقريبا جريمة سياسية تقترف باسم الدين هذه الجريمة السياسية تمثلت في ادعاء فئة من الناس أن لها الأحقية أو لها امتياز يجعل لها حقا في حكم اليمنيين وحقا في الحصول على خمس الثروه الوطنيه وحقا في المكانه الاجتماعيه مميزا حقوق مميزه عن بقيه اليمنيين هذه هذه النظريه قامت او هذه الفكره قامت على اساس نظريه فاسده تسمى نظريه الاصطفاء العرقي. هذه النظريه ليست من بناته افكار الناس ولكنها نظريه تم تحريفها او تزويرها من القران الكريم واعاده تشكيلها بما يخدم فئه محدده من الناس سنتعرض لهذه النظريه وسنتعرض لاوهام هذه النظريه وحقائقها لكن بعد ان نتابع هذا الكليب او هذا الفيديو الذي جاء على لسان أحد الحوثيين كلاما يدل على أنهم في حالة غيبوبة كبيرة جدا بما أدلى به من كلام خطير يدل على أن إيمانهم بالكتاب بالقرآن وما يسمى بالسنة إيمان ناقص بدليل أنهم يقولون الكتاب والسنة لا قيمة لهما ولا يمكن أن يؤثرا ولا أن يقدم أي نفع للمؤمنين للمسلمين إلا بفهم آل البيت أو بفهم ما يسمى بالهاشميين لنتابع أصبحتم يعني التساؤل لماذا لا يكون لنا نبي الآن أمام هذه المخاطر الكبيرة المحددة بالأمة قد يتساءل البعض يقول أنه قد وصل إلينا من سنة رسول الله المجلدات والكتب الكثيرة والأحاديث التي تنقل عن رسول الله وتجسد لنا كيف كان يتحرك فيكفي هذا فما ردكم على هذا؟ هذا كان في في, في 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 البدايه كان في بدايه حياه الامه في القرن الاول في الصدر الاول كتاب وسنه مثلا. هنا إجابة مسعدة منها انه كتاب وسنه كمصدر مثلا للتعامل. اتعامل مع اشياء مع مفردات الحياه من وجهه نظر الدين ابحث من القران ومن سنه الرسول. هذه القضيه ان ابحث عن قضايا مثلا عن اشياء عن تفاصيل تفصيليات من خلال القران الكريم ومن خلال سنه النبي صلى الله عليه واله، لكن كمتمسك من الضلال كمعتصم كشيء يدلني يدلني على يخرجني من هذا الظلام من هذا من ينجينا من كيد اليهود من ضلال اليهود من خبث اليهود انه بيقول لهم ان يضيعوا يقول للمسلمين في ايام النبي انهم قد يرتدوا الى كافرين والنبي موجود والقران موجود فكيف عندما نواجههم الان بكتاب وسنه ما نفعت واجهنا بكتاب وسنة وما نفعت أليس الإسلام دولة هناك دول إسلامية حاكمة باسم الإسلام قبل أن تكتشف أمريكا وقبل إسرائيل نعم لماذا لم تكن هذه الدول أقل شيء أقل شيء أن تحفظ نفسها أن تتماسك لتكون بمستوى المواجهة مع الأعداء مع أعداء الله لو كان القرآن والسنة ينفع لنفع لأنه الآن إحنا في عصر كل شيء قد جرب فيه <applause> الذي طبعا هذه النظريه التي استمعنا او هذا الكلام الذي استمعنا اليه كما قلت له اساس خاطئ هو اساس نظريه الاصطفاء هناك زعم بان الله قد اصطفى عائلات معينه من سلاله معينه هذه السلاله المصطفاه لها حقوق وامتيازات في السلطه وفي الثروه وفي المكان الاجتماعي الى اخر ذلك ويستدلون على هذه النظريه نظريه الاصطفاء بايات عامه وموهمه لا علاقه لها على الاطلاق بحقيقتها القرانيه نحن قبل ان نشرح هذه الايات وقبل ان نتعرض اليها مع ان هذا ليس من اختصاص هذا البرنامج وانما سنعرض او سنمر عليها مرور الكرام لكن قبل ان نمر على مفهوم على هذه الايات وعلى اوهامها او على اوهامهم في فهمها سنتوقف امام ثلاثه مفاهيم لابد من شرحها ومن تحليلها وتفكيكها. اذا استوعبنا هذه المفاهيم الثلاثه سيتبين لدى سنكون قد قطعنا شوط كبير جدا في فهم نظريه الاصطفاء التي وردت في القران في مقابل نظريه الاصطفاء العرقي التي عشعشت في رؤوس يعني السلاليين للاسف الشديد. المفهوم الاول الذي ينبغي أن نتوقف أمامه هو مفهوم المفهوم التفضيل كما ورد في القرآن الكريم طبعا هناك آيات كثيرة تحدثت عن تفضيل بعض الأشخاص على بعض وبعض الأقوام على بعض وتفضيل بعض الجماعات على بعض لكن ينبغي أن نقف أمام ملاحظتين في هذا الموضوع على الأقل الأولى أن كلمة التفضيل في القرآن الكريم وهي من الاصل اللغوي فضل بمعنى زاد الحقيقه الاولى في هذا الموضوع ان كلمة التفضيل لا تدل بالضروره على المكانه ولا على الرفعه ولا على الدرجه وانما تدل على زياده، زياده غير مطلقه بمعنى حين يقول سبحانه وتعالى وفضلنا بعضهم على بعض اي انه فضل هذا البعض في اشياء وفضل البعض الثاني في أشياء أخرى أي فضل سين بأشياء وفضل صاد بأشياء أخرى يعني مثلا هناك أفراد أعطاهم الله العلم هذه زيادة هذا فضل لديهم وأفراد آخرون أعطاهم المال وأفراد من نوع آخر أعطاهم المكانة وآخرون أعطاهم الجمال إلى آخر ذلك هذه زيادات هذه تسمى فضول فحين يقول انه فضل بعض الناس على بعض او بعض الانبياء على بعض او بعض الجماعات على بعض هذا يعني انه اعطى هذه الجماعه زياده ليست عند تلك واعطى تلك زياده ليست عند هذه، لكن هذا لا يعني انه منح هذه الجماعه او تلك كرامه زائده او انه منحها او انه اصطفاها مثلا، لان هناك فرق بين كلمه التفضيل وكلمه الاصطفاء. لكن التفضيل هذا هذه هي الملاحظة الثانية في مفهوم التفضيل وينبغي أن نتوقف أمامها مليًا. التفضيل له فلسفة في القرآن الكريم. يبدو أن الكون أو الحياة على وجه الخصوص قامت على قانون التفضيل. أي أنه قانون التفاوت بين الأفراد وبين الجماعات. لماذا هذا التفاوت؟ لماذا يصير أحدهم أكثر مالًا والآخر أكثر علمًا والآخر أكثر جمالًا وهكذا. هذا معمول حسابه من اجل ان يتخادم الناس، ان يكون هناك تكامل بين الناس، لانه لو كانوا على مستوى واحد لما نفع بعضهم بعضا، يعني لو كان كلهم كما قال المثل اذا انت امير وانا امير، من يخدم الحمير او من يجلب الحمير. فكان هذا التفاوت في التفضيل يؤدي الى تخادم، تحقيق تخادم بين المجتمع الانساني. هذه هي فلسفه التفضيل، فلها يعني فلسفه موضوعيه لا علاقه لها بالمفهوم العنصري والمفهوم العرقي الذي يتبناه الاخرون. المفهوم الثاني الذي ينبغي ان نقف امامه ونحلله قليلا هو مفهوم الاصطفاء. الاصطفاء يعني في اللغه هو الاختيار والانتقاء لاداء مهمه جليله. والاصطفاء ورد في القران الكريم تحدث القران عن اصطفاء انبياء وتحدث عن اصطفاء جماعات من هذه الجماعات الجماعه العربيه. يعني العرب مذكور في القران الكريم في احدى الايات القرانيه ما يدل على, اصطفائه على اصطفائهم قال تعالى وهو الذي وهو اشتباكم او يدل في احدى الايات قال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هذه الايه تتحدث عن اصطفاء المؤمنين بمحمد عليه الصلاه والسلام وهناك من قبل ايه تتحدث عن اصطفاء العرب عامه وجعل النبوه فيهم تقول هذه الايه ثم اورثنا الكتابه يعني بعد بني اسرائيل ثم اورثنا الكتاب الذين ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات هذه الايه هي في حقيقة الأمر تخص العرب الذين ورثوا حمل رسالة التوحيد عن بني إسرائيل. وهناك أيضاً حديث عن اصطفاء أفراد عاديين ليسوا أنبياء ولا مرسلين مثل الآية التي تتحدث عن اصطفاء طالوت ملكاً لبني إسرائيل في ظل وجود أنبياء لبني إسرائيل بجواره. إذاً هناك اصطفاء لأقوام وهناك اصطفاء لأنبياء وهناك اصطفاء لأشخاص ليسوا بانبياء مثل طالوت ومريم مثلا وكما قلت فان لفظه الاصطفاء تعني الاختيار لاداء مهمه وهذا ايضا شرط موضوعي لا يعني لا يدل على وجود يعني امتياز عرقي ولا على وجود يعني كرامه خاصه بهذه الاقوام ولكنه يدل على انهم مؤهلين او على انهم مؤهلون لاداء هذه المهام بشكل او باخر. المفهوم الثالث هو مفهوم الخيريه. مفهوم الخيريه هو المفهوم الوحيد الذي يفيد المقام والرتبه على عكس الاصطفاء والتفضيل، بمعنى اذا قيل فلان خير من فلان فهذا يعني اننا رفعناه درجه في المكانه. هنا في رفع مقام ورفع درجه. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان يتحدث عن المؤمنين بلفظ الخيريه فيقول الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. الخيريه هنا مقام ودرجه تقترب من الاله سبحانه وتعالى وهذا مفهوم حتى كان ادركه ابليس نفسه حين اراد ان يجعل لنفسه مكانه فوق مكانه ادم لم يستخدم لفظ التفضيل ولا لفظ الاصطفاء وانما استخدم لفظ الخيريه. قال أنا خير منه وما دام الأمر كذلك ما دام أن الأمر أن لفظ الاصطفاء لا يدل بالضرورة على المكانة والرفعة وعلى الدرجة ولفظ التفضيل لا يدل على الدرجة والرفعة وإنما يدل على التفاوت وعلى اختيار لأداء مهمة بسبب شروط موضوعية معينة ما دام الأمر كذلك فلا تستطيع جماعة من الجماعات أن تدعي أن أنها أفضل أو أن لها مكانة ومقام ارفع من الجماعات الاخرى هذا زعم خاطئ زعم يتعارض مع مقررات القران الكريم وقيمه ويتعارض مع مقررات الدين عموما وكما قلنا هناك فلسفه للاختيار وفلسفه للتفضيل المقصود منها اداء مهام محدده لا تزكيه عرق ولا تكريم عرق على حساب اعراق اخرى إذا فعندما نقول انه ان هذه الألفاظ الثلاثة او المفاهيم الثلاثة مختلفة فإننا نبني ذلك على أساس ما تقوله مقررات اللغة العربية نفسها حين تقول انه او كما يقول محققوها لا يوجد ترادف في ألفاظ العربية يعني لا يوجد لفظ يطابق معناه لفظ معنى آخر يعني لا يوجد معنيان يعني متطابقان للفظتين مختلفتين لا يوجد، لابد ان هناك اختلاف من نوع ما بين هذه اللفظه والاخرى، فلفظ التفضيل لابد انه في دلالته ومعناه قد يشترك مع لفظ الاصطفاء ولكنه لابد ان يختلف معه في بعد اخر او في جزئيه اخرى، وكذلك هو الحال مع الخيريه والتكريم وما شابه ذلك من الفاظ قد تبدو احيانا يعني متحده المعنى او متشابهه المعنى لكنها بالتاكيد بينها فروق دلاليه مختلفه يعرفها اهل الاختصاص ودارسو اللغه. بناء على هذا يتبين ان الاصطفاء ليس التفضيل والخيريه ليست الاصطفاء ومن ثم هناك حقيقه مهمه في موضوع الاصطفاء الذي يبني عليها السلاليون نظريه الاصطفاء العرقي هي ان هذا الاصطفاء لم يكن حكرا على الانبياء، هذه مساله مهمه للغايه. لم يكن حكرا على الأنبياء أيضا لم يكن حكرا على الصالحين من الناس بدليل أن الله اصطفى طالوت ملكا مع أن طالوت لم يكن نبيا مع ومع أن بجواره أنبياء من بني إسرائيل كان منهم صموئيل وكان منهم داود عليه السلام هؤلاء كانوا أنبياء لكن الله لم يختارهم للملك لم يصطفيهم للملك إذا معيار الخيرية معيار الخيرية ليس حاضرا في في مجال الاصطفاء، قد يصطفي الله انسانا لمجرد انه كفء وان كان هناك من هو خير منه على مستوى القيم وعلى مستوى الاخلاق وعلى مستوى الخيريه. فطالوت كان راعيا بسيطا لكنه اعطاه الله بصطف في المال الجسم وبصطف في العلم جعلته مؤهلا لقياده بني اسرائيل والتملك عليهم قيادة سياسية يعني إذا الخيرية والصلاح ليس معيارا في الاصطفاء ولا العرق معيار في الاصطفاء بدليل أنه لو كان العرقية معيار في الاصطفاء لكانت ثابتة في نسل إبراهيم عليه السلام إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لو كان هناك لو كان الاصطفاء لازم لعرق من الاعراق لما انتقل منه الى عرق اخر بل لما انتقل منه الى امة داخل من من امه الى اخرى داخل الجماعه الواحده او داخل الامه الواحده بدليل كما قلنا ان الله سبحانه وتعالى اجتبى العرب لحمل الرساله رساله التوحيد الاخيره بعد ان حملها من قبل من قبلهم بنو اسرائيل كذلك اشتبى من من العرب واصطفى المؤمنين بمحمد حين قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم اشتباكم بمعنى اصطفاكم واختاركم إذن الاصطفاء نظرية نظرية لها حيثيات موضوعية لا علاقة لها أبدا بالمفهوم العرقي كما يتصوره الآباء بالسة العصر الحديث منذ النازيين في ألمانيا إلى النازيين في, اليمن مرورا بكثير من الفاشيين والنازيين في هذا العالم هي نظرية لها حيثيات موضوعية علمية قد يتساءل البعض ما هي الحيثيات التي تجعل الإله يختار جماعة بعينها لحمل رسالة معينة أو يختار شخصا بعينه لحمل هذه الرسالة ما دام أن الأمر لا يتعلق بعرقه ولا يتعلق بأفضلية على مستوى القيم والخير ما هي إذن هذه النظرية؟ كان الأستاذ محمود عباس العقاد او عباس محمود العقاد عفوا كان قد اشار اشاره مهمه الى هذا المعنى في كتابه ابو الانبياء ابراهيم وهو كتاب مهم بطبيعه الحال قال ان مساله ارتباط النبوه بذريه ابراهيم كان لها علاقه بالمكان بالوسطيه بمفهوم الوسطيه كما ذكره القران الكريم وكذلك جعلناكم امه وسطه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. أمة وسطى ما الذي تعني تعنيه هذه الكلمة؟ ما هي الوسطية المشار إليها في هذه الآية؟ قال العقاد هناك وسطية ونحن سنفيض يعني بعض الكلام يعني لن نأتي بكلام العقاد حرفيا. قال أنه قبيلة إبراهيم التي كانت تسكن منطقة كلدان في جنوب العراق تقع في الوسط بين الحضارة والبداوة وهذه الوسطية انعكست على أخلاقها وانعكست على ثقافتها مما جعلها مؤهلة لحمل رسالة التوحيد وكأن المجتمعات المتحضرة غير مؤهلة لحمل رسالة التوحيد لأسباب بيّنها العقاد في كتابه وكذلك المجتمعات المتبدية يسميها البدوية وفي حقيقة الأمر هي المجتمعات, المجتمعات الأعراب اللي هي مغرقه في البداوه، اما البدو فهم الذين بجوار الحاضره. يعني هذا البدو مصطلح يعني يناسب ابراهيم اكثر مما يناسب غيره. المجتمعات القاطنه في اطراف الصحراء من الاعراب غير مؤهله لحمل الرساله لان خصائصها النفسيه والاخلاقيه لا تناسبها. وكذلك المجتمعات المتحضره جدا ليست مؤهلة ولا مؤهلة لحمل رسالة التوحيد بسبب أخلاق الحضارة ذكر منها بالتفصيل أمور كثيرة طبعا الوسطية هنا كانت وسطية جغرافية ووسطية أخلاقية ووسطية ثقافية المجتمعات المتحضرة تحكمها الفلسفة غالبا لديها نظام متقدم من من الثقافه والفكر فيه مثلا الاسطوره زمان كانت الاسطوره مهيمنه لكنها مهيمنه على المجتمعات المتحضره في العراق حضاره سومر وحضاره فارس وحضاره بابل وحضارة والحضاره الاشوريه وكذلك الحضاره الفرعونيه هذه حضارات والحضاره اليونانيه والصينيه هذه حضارات متقدمه كانت الاسطوره مسيطره وكانت الفلسفه حاضره بقوه والدين رساله التوحيد تحديدا ستدخل في مشاكل كبيره مع الحضارات ذات اللي لديها قدره تحليليه والتي تتبنى الفلسفه في مجال التحليل يعني تصور مثلا لو ان نبيا من الانبياء وقع في اليونان كيف سيكون حاله يعني حجم الاسئله والاعتراضات والصفصطه التي سيدخل فيها ستضيع رساله التوحيد نفس الامر مع ناس في من الاعراب ما الذي يمكنه ما الذي يمكن ان يتحمله الاعراب في مجال التبليغ رساله التوحيد وبتلك الاخلاق التي اخلاق الكسوه واخلاق الانتهازيه والغدر الذي طبعوا به وعرفوا به والقران هاجمهم طبعا هاجم الاعراب قال الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله لماذا يقول هذا الكلام؟ ليس لانهم عرق سيء ولا لان غيرهم عرق جيد ولكن لان اخلاقهم اخلاق الاعراب طبيعتها جافه وجلفه وغير مهيئه لحمل رساله التوحيد التي تحتاج الى تأني ورويه وصبر الى اخر ذلك. اذا هناك اسباب موضوعيه جعلت من جزيره العرب عموما محلا لظهور رسالة التوحيد والرسالات الخاتمة لأن بعض الناس يتساءل لماذا ظهرت الرسالات في الجزيرة العربية ولم تظهر في غيرها؟ الوسطية لها دور هنا المفهوم الوسطية له دور كبير في هذا الموضوع لأنها وسط القارات الجزيرة العربية وسط قارات العالم القديم من ناحية هذا على المستوى الجغرافي وهي أيضا مجتمعاتها وسط بين البداوة والحضارة والإنسان الوسيط بين البداوة والحضارة إنسان مهيأ له بال المهتم بالسفسطه والفلسفه فيحرف رساله التوحيد ولا ذلك الانتهازي الضعيف كما هو الحال مع الاعرابي فهو قادر اذا على المضي بهذه الرساله الى اقصى حد ممكن وهذا ما حدث بالفعل من المجتمعات التي عاشت في حياه البداوه ولذلك حينما غادر بنو اسرائيل حياه البدا حياه حياتهم في البداوه حينما غادروها إلى المجتمعات المتحضرة مثل مصر فسدوا وأصبحوا غير مهيئين لحمل الرسالة ولذلك اقتضى هذا الأمر أن ينكرضوا أو أن ينكرض الجيل الأول منهم مع موسى في سنين التي أربعين عاما في صحراء سيناء كانت مهمة هذه الأربعين أن ينكرض هذا الجيل الذي أفسدته الحضارة ثم يأتي جيل آخر هو مزيج من الحضارة والبداوة ربما هذه هي فلسفة الوسطية في الإسلام ولا علاقة لها بالمرة بالمفاهيم العنصرية التي حملت على الإسلام هذه المجتمعات أو هؤلاء الأنبياء وهذه المجتمعات اصطفاها الله لحمل الرسالة لأنها مناسبة ولأنها مؤهلة ومهيئة لحمل رسالة التوحيد وليس لأنها الأفضل عرقا وللأسف الشديد يعني أكحموا أنفسهم السلاليون أكحموا أنفسهم في مسابقة هم خاسرون فيها بالتأكيد لأن هناك أعراق هم أفضل منهم علما وأفضل منهم شكلا وأفضل منهم بنية وأفضل منهم على كافة المستويات المادية والشكلانية فما الذي يجعلهم مؤهلين للاصطفاء أفضل من غيرهم لولا هذه الأمور التي قلنا أن لها علاقة بالتاريخ وعلاقة بالمنطقة الجغرافية إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا المحور ومن الحلقة بأكملها نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وعيدكم مبارك